في سؤاله الثاني، لقد جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. فهل إزالة شعر الوجه، اللحية والخدين والشارب بالنسبة للمرأة حرام، خاصة إذا كان الشعر ليس بالكثيف المؤذي أو المشوه للمنظر؟ وأرجو بهذا إفادة مأجوري. النمص يقول أهل العلم إنه هو نف شعر الوجه، وهو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامص والمتنمص. وأما إذا خرج للمرأة عارضان أو شارب أو لحية وكان هذا ظاهرا بينا، فلها أن تزيله شيء من المزيلات المعروفة، لأنه من المعلوم أن المرأة لا يصلح أن يكون وجهها كوجه الرجل في الشعر، فإن ذلك يشوهها من وجه، وإذا كانت ذات زوج ينفر زوجها عنها. نعم، بارك الله فيكم.